الطلاب. فقمنا طرحناها على مدير المدرسة ولوجدنا إقبال يعني كبير جدا من كثير من المعلمين. فقمنا نفذنا الفكرة. طبعا الناس بالناس والكل رب العالمين. بكل تأكيد الفكرة أول مشروع طبعا مهم جدا، لا سيما إنه الامتحانات نفسه قد يأخذ 3 ساعات أو 4 ساعات، فالواحد بيكون الجانب الفسيولوجي بتاعت الشخص ده ممكن يؤثر عليه في عقليته في 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 تفكيره في انه كيف يقدر يسترجع المعلومات حتى يحاول انه يحل الامتحانات. فالفكره بصراحه مهم جدا. خلينا نشوف الاطار الجغرافي اللي انتم بتخطوه خاصه في فتره بتاعت الامتحانات. احنا اول كنا بنغطي على نطاق محلي الجبل الاولية، خاصه يعني المدارس اللي كانت قريبه مننا خاصه في المناطق الطرفيه، لكن الحمد لله لما الفكره بقت كبيره فبقينا نغطي يعني محلية شرق النيل، يعني لحد هسه بس محلية شرق النيل ومحلية جبل الاولياء، لكن ان شاء الله قدام نغطي بحر وام درمان تمتد ان شاء الله لحد ما تغطي كل ولاية الخرطوم. طيب هنادي، اكيد المنظمات بتدعين بعض او بيتراحم او بتدفي عمليه بتاعه تكامل وتكافل، هسه عندهم منظمات او اعمال خيريه؟ والله خاصة في وجبة الإفطار دي احنا بس خاصة بينا، احنا منظمة زاجل، يعني لسه ما في منظمة مدت لنا يد العون كده في انها غير الخيرين ومؤسسات التنمية الاجتماعية. ما في دعوة ان المنظمات تشارك معكم في الجوانب دي؟ ما في دعوة منكم؟ احنا طرحنا الفكرة لكن لحد هسه ما في زول مد لنا يد العون. طيب تمام، خلينا نشوف الفترة اللي جاية اللي هي بيكون المشروع ذاته بيكون الان بيكون يمكن يكون جاهز للتنفيذ، لانه خاصة المدارس الاساس بيبدوا الامتحانات في الفترة اللي جاية خاصة. والله هسه حاليا متطوعين منظمة الزاجل بيجهزوا لوجبة الإفطار اللي هي أول امتحانات الشهادة غدا إن شاء الله، فحاليا هم بيجهزوا لوجبة بكرة وإن شاء الله يعني بكله مهمية وبكله يعني مثلا. طيب الامتداد هيكون على طول فترة بتاعت الامتحانات؟ كل أيام الامتحانات إن شاء الله. طيب هسه في ناس بيشاهدونا هنادي لو عايزين ينضموا لكم كيف بيكون التواصل معاكم؟ والله عندنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في صفحتنا الرسمية في الفيسبوك اللي هي منظمة الزاجل الخيرية، والويب سايت برضو منظمة الزاجل الخيرية. طيب هنادي، انت زي ما ذكرت في بداية حديثك انه غير الخدمة اللي انتم بتقدموها اللي هي افطار الممتهن، هناك جوانب اخرى انت بتقوموها وبتقدموها ايضا للمجتمع. خلينا نشوف الطلاب هل برضو اخذوا مساحه غير انكم تقدموا لهم مثلا الافطار بتاعة الممتهن؟ طيب غير الوجبه في المدارس يعني احنا دربنا من سنة صف السابع والثامن عدد من الطلاب في مشروع الطالب المزعف اللي هي الإسعافات الأولية، ووفرنا لهم صندوق الإسعافات الأولية للطلاب، وأيضا بنقدم لهم الحقيبة المدرسية بالكاملة والزي المدرسي والكتاب المدرسي. دل كيف بيتم جمعهم وكيف بيتم تدريب الطلاب؟ عندنا منظمة الهلال الأحمر اللي هي بتدينا ناس بيدربوا لنا الطلاب دي، وعندنا كم متطوع كده برضو يعني بيدربوا لنا بعض الطلاب. يعني في شراكة بينكم ما بين الهلال الأحمر؟ منظمة الهلال الأحمر. أيضاً كمان أستاذة هنادي إنه المنظمات كثيرة جدا في السودان، أنا دائما كل مرة بحاول إنه أسأل اللي هي السؤال اللي في منظمات كثيرة جدا بتعمل في خاصة في خدمة الطلاب. يعني هل في كونكشن بيناتكم أو في علاقة خير إنه تقدم خدمة الإفطار، الخدمات الثانية من خلال التدريب ولا تقديم خدمة صحية آخر، هل هناك في تواصل؟ والله كنا عندنا مشاركات في جمع الكتاب المدرسي، يعني جمعنا مجموعة من الكتب إذا كانت قديمة أو جديدة ووزعناها على الطلبة، فكانت مجموعة من المنظمات. طيب أستاذة هنادي، مجموعة من الطلاب بتدربوكم مع شراكة مع منظمة الهلال، جمعية الهلال الأحمر، كيف بيتم الجمع بتاع طريقة العملين اللي زور ناس عايزين ينضموا في طلاب عندهم عايزين يتعلموا ويشاركوا كإسعافات أولية عشان يزعفوا المجتمع عموما؟ أكيد احنا بنطرح الفكره على المدرسه فهي بتطرحها على الطلاب، وطبعا اللي عنده الفكره اللي عنده الرغبه مثلا الرغبه انه يجي يسجل معنا فهو. طيب اذا واحد مثلا الطلاب طبعا كلهم بيكون عندهم اصحاب من مدارس ثانيه، فواحد بيكون انه وصل الخبر لطالب من مدرسه ثانيه فهو عنده رغبه انه يلتحق
التدريب، هل في شروط او بتقبلوه كهو طالب ولا فقط انتم المدرسه اللي انتم بتكونوا مثلا قدمتوا لها الفكره فقط انتم بتقبلوا الطلاب؟ والله في بعض المدارس ما بيقبلوا انه طالب من مدرسه ثانيه اللي هو يجي في المدرسه. فعندنا في اللي هي في المكان الموجودين فيه نحن عندنا في الحلة ذاتها جمعية بتقوم بتطرح الفكرة على الناس اللي في الحلة فهم بيقوموا بسجل. طيب غطيتوا ولا تأخرتم بالنسبة للإسعافات الأولية والكتب اللي بدأ؟ لا يا دوب في الأماكن الترفية اللي هي عن التغذية الأولية بس. أمر كذين طبعاً على جبل الأولية وشرق النيل. إن شاء الله تتطور وادعم كل ولايات السودان. أكيد أستاذة هنادي المنظمات أو المشاريع زي دي بيكون عندها دور كبير وعندها هدف كبير خاصة إنه بيقوموا بها الشباب. أكيد في مجموعة من الشباب عندهم هدف عندهم الهمة إنه يقوموا بهذه وعايزين ينضموا لمنظمة أو مشروع المشروعكم. والله احنا ما عندنا مشكله زي ما قلت لك يعني احنا من وسائل التواصل اللي هي ممكن الاطلاع على يعني ما عندكم تفاصيل معينه او شروط معينه؟ لا. نعم اذا استاذه هنادي شكرا جزيلا لك على الحديث خاصه حول مشروع افطار الممتحنين لمراحل الاساس وخاصه منظمه الزاجل هي بتقدم خدمه كبيره جدا يعني شريحه الطلاب بصراحه هي الشريحه اللي مهمه اللي ممكن يرتكز عليها الدولة ويرتكز عليها كل المجتمعات فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا ولكل الناس اللي بيتابعنا من خلال الإشراق العالمي. شكرا جزيلا لك وكلمة أخيرة توصيها لكل الناس اللي بيتابعنا. والله أنا كلمة أخيرة بدعو كل الخيرين إنه يدعمونا في التنمية الاجتماعية والبشرية لأنه بجد الموضوع ده لو ما وجد دعم من المجتمع فما راح نعم. إحنا شاكرين لك جدا أستاذة هنادي وشرفتينا ومشروع جميل جدا ومهم وشاكرين برضو للمشاهد الكريم. ما زلنا متواصلين في فقراتنا الإشراق العالمية لهذا اليوم ولكن فاصل قصير ومن بعد نعود. ابتسم للناس ورسم بالأمل وجه الحياة، ابتسم للناس ورسم بالأمل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمع كلام دعيت، ما يدوم الحال مهما طال يا بنا دم مدى، كل شيء له نهاية دامك اللي بهدئ، ابتسم للناس ورسم بالأمل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمع كلام دعي، ما يدوم الحال مهما طال يا بنا دم مدى، كل شيء له نهاية دامك اللي بهدئ، أنهي الحزن وتعلم كيف تتعامل معاه، ابتلائك من محبة ولا يعني ما دري، عانق أحلامك بكلمة الله يسمع من رجاء، قوم يلا قول يلا هذا ناجيت ورجع، عانق أحلامك بكلمة الله يسمع من رجاء، قوم يلا قول يلا هذا ناجيت ورجع. خلي الهم يصنع منك واحد من بغى، من تعامل سوء تدري مو عليه انت ربيت، ابتسم للناس وضحك دوم في وجه الحياة، قبل تندم ألف مرة بعدها ما تفيد ليت، لا تخلي الهم يصنع منك واحد من بغى، من تعامل سوء تدري مو عليه انت ربيت، ابتسم للناس وضحك دوم في وجه الحياة، قبل تندم ألف مرة بعدها ما تفيد ليه، ابتسم للناس ورسم بالأمل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمع كلام دعي، ما يدوم الحال مهما طال يا بنا دم مدى، كل شيء له نهاية دامك اللي بهدئ، ابتسم للناس ورسم بالأمل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمع كلام دعي، ما يدوم الحال مهما طال يا بنا دم مدى، كل
شيء وله نهاية دامك اللي بهدد. شوقا إليكم رجانا من جديد المتابعين الكرام، وكمان بنجدد الترحاب لكل من انضم مؤخرا لمتابعة إشراق العالمية. نتمنى لك بداية أسبوع موفق، وكذلك نتمنى لك الصحة والعافية وكل ما هو جميل في بداية أسبوع. تمنياتنا لك بالأمل والسعادة. متواصلين في فقرات إشراق العالمية، وإحنا هندخل الهوش توالي زي أقوال الهوجة والفرق العالمية، وهو مركز قناة العالمية. أكيد ننتقل مباشرة إلى حوش زي ما ذكرتها، جامعة إفريقيا العالمية. زي ما عارف المشاهد الكريمة، جامعة كبيرة وعندها أدوار مهمة وعندها نشاطات مختلفة بتقوم من أجلها لخدمة الطلاب. جامعة إفريقيا العالمية بدورها الكبير. ننتقل مباشرة يا مرزوق إلى نشاط مهم جدا، ألا هو النشاط الثقافي، مع الدكتور شريف عثمان رئيس إدارة النشاط الثقافي. مرحبا بك عبر إشراق العالمية، شرفتني جدا. السلام ورحمة الله وبركاته. بكل تأكيد معروف إنه جامعة إفريقيا العالمية بتعدد الثقافي وتعدد السهنات والإثنيات، وكمان عدد كبير جدا من الوافدين من تجاوز 84 دولة بجامعة إفريقيا العالمية. هذا يشكل بوتقة ثقافية عظيمة جدا في إفريقيا، حتى تكاد تسمى بالاتحاد الإفريقي في السودان. فالجانب الثقافي فيها بكل تأكيد ثروة قوي جدا في جامعة إفريقيا العالمية، لذلك جامعة إفريقيا العالمية بخص لها إدارة كاملة بذاتها، إدارة النشاط الثقافي بجامعة إفريقيا العالمية. بداية دكتور الشريف، دعنا نتحدث إدارة بما يقدمه. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول حاجة نشكر قناة العالمية وطاقم الإدارة لقناة العالمية، نشكر أسرة جامعة إفريقيا عامة يعني في هذا الصباح الباكر. يعني لما يجي يتكلم عن الإدارة، إدارة النشاط الثقافي، لابد أن أتكلم عن رسالة الجامعة. نعم. فهي يعني إدارة جات بشكل طبيعي لتحقيق أهداف الجامعة أو رسالة الجامعة. تعرف أن جامعة إفريقيا ما يميزها عن كل الجامعات في العالم أنها رسالتها يعني تسير الرسالة حق الجامعة في مسارين. مسار أكاديمي اللي هو معروف شكله. المواد الأكاديمية وغيره. ومسار آخر لا صفي، يسمى مسار لا صفي. مسار لا صفي ليكمل شخصية لبناء شخصية الطالب، حتى تكون شخصية الطالب في جامعة إفريقيا تبنى من خلال المسار الأكاديمي ومن خلال المسار اللاصفي. هو عنده محاور كثيرة جدا، جاءت ضمن منها هي حلقة إدارة النشاط الثقافي، هي حلقة من حلقات بناء الشخصية العلمية المعرفية الثقافية لطالب جامعة إفريقيا العالمية. أكيد دكتور، جامعة إفريقيا العالمية بتحتوي على مجموعة من الطلاب الوافدين بمختلف ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم المختلفة، كلها بتعرفها من أجل هذه الجامعة، من أجل التعليم اللي أتوا إليه من بلادهم المختلفة قاصدين العلم. إدارة النشاط الثقافي أكيد عندها دور كبير وعندها موسم ثقافي، حدثنا عن هذا الموسم. نعم، الموسم الثقافي هو تظاهرة دورية سنوية يعني اخططت الجامعة في خططها، بل دخلتها في دليل في الدقيق وفي الكالندر معتبرة وموجودة، فهي سنوية. والقصد منها أنه كيف تعمل على بناء الشخصية الثقافية للطالب، أنه كيف الطالب يكون يعني بجانب الرسالة بتاعته الأكاديمية يكون عنده شخصية ثقافية تكمل الجانب من جانب المهارات، من جانب المعارف، من جانب السلوك. فبالتالي هذا الموسم سنوية يبدأ في شهر مارس ويمتد إلى ما يقارب الشهرين. تتخلل كثير من البرامج التي تعزز تلك المسائل الثلاثة التي ذكرتها، اللي هي المعارف والمهارات والسلوك. القرآن الكريم على رأسه. نحن يعني نتسابق في القرآن الكريم كاملا و 15 جزء وفي 10 أجزاء كذلك، وفقراتنا تمتد من القرآن
إذا المسرح يعني الدراما والمسرح والفكاهة هذه سعة ديننا وسعة الرسالة. الشعر، مطارحات، الإلغاء الرائع للبرامج، تقديم البرامج كما عندكم موجودة الآن هنا، الخطابة، الرسم، الخط العربي، حتى الابتكارات، حتى الأعمال اليدوية، الابتكارات العلمية، كل الفنون الثقافية، كل الفنون الثقافية. وزي ما أقول الثقافة هي أن تعرف شيء عن كل شيء. نعم. نعرف تعرف هذا ولو بسيط يعني ما تكون يعني خالي الوفاض. لابد أن تعرف عن كل شيء. شيء. كما ذكرت إنه الموسم الثقافي جامعة أفريقيا العالمية ظاهرة. عزيزي المتابع تخيل ما إنه جامعة أفريقيا العالمية يضم أكثر من 84 دولة بجنسيات مختلفة وثقافات مختلفة طبعا، بكل تأكيد هيكون هي ظاهرة أو لوحة فنية ثقافية جميلة جدا في جامعة أفريقيا العالمية. خلينا نشوف تنظيم الموسم نفسه، لأنه عدد كبير جدا من الدول، قد يكون هناك في منافسات، قد يكون هناك في إقصاءات أيضا كذلك للحصول على الأيام اللي ممكن تشارك في المنافسة. نعم. طيب ممكن نتكلم عن المستويات، وطبعا التنافس عنده مستويات وعنده تدشين. التدشين بتمثل في الافتتاح بتاع موسم الإبداع الثقافي. يعني هذا الموسم بهذا الحجم المعتبر كبير والمعتبر واللي بترعاه الجامعة رعاية مباشرة واللي بتدعمه بدعم سخي مادي ومعنوي، بيكون في افتتاح برنامج رسمي برعاه السيد مدير الجامعة. فهذا الموسم اللي هو الموسم الإبداع الثقافي 14 الذي يأتي تحت شعار طلابنا منارات الإبداع. طبعا كل عام نعمل لنا شعار الدورة، شعارنا يعني طلابنا منارات الإبداع، الكلمتين الجميلتين دي يعني كلمتين منارات الإبداع وإبداع. أيوة. وكفى بهم من معاني ودلالات يعني. فافتتاحنا يكون إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بعد غد يعني يوم 19 مارس في قاعة إفريقيا العالمية للمؤتمرات، ويشرف هذا البرنامج وهذا الافتتاح ويدشنه راعي الموسم ومدير الجامعة كما عودنا إن شاء الله على ذلك كل عام. ودائما الافتتاح بيكون مختصر فيه كلمات وفيه شيء من الشعر وشيء من الدراما وشيء من الإنشاد الجماعي، نماذج مختارة وغالبا من جيبة من الموسم الفات يعني الفقرات التي فازت وحازت قصب الصبغي في الموسم السابق نأتي بنماذج منها ونقدمها يعني. طيب دكتور، طيب دكتور، البرنامج الثقافي أو إدارة النشاط الثقافي الموسم الثقافي بالتحديد بيجد عناية ورعاية خاصة من البروفيسور كمال محمد عبيد ومن كل إدارة الجامعة بتهتم به، وفيه مجموعة من الطلاب بثقافاتهم المختلفة. أكيد هذا الجانب المهم أو الكبير بيحتاج إلى مجموعة من أو بيحتاج إلى دور كبير أو استعداد مهم جدا. كيف استعدادكم وتنسيقكم لهذا البرنامج الكبير؟ نعم نعم، حقيقة استعدادنا الآن اكتمل اكتمال كامل. وانت تعرفي لأن اي برنامج في الدنيا هو عباره عن تحضير، تحضيرك جيد برنامجك ناجح. فبحمد الله سبحانه وتعالى الان كل العمداء بتاعنا الكليات، طبعا زي ما ذكرت انا التنافس هو حيكون على مستوى الكليه، تتنافس الكليه في داخلها، ده بنسميه التنافس الغائي، كذلك الداخليات فيما بينها في داخلها الداخليه الواحده، وطبعا ده على مستوى الطلاب وعلى مستوى الطالبات وكذلك الكيانات. طبعا لما اقول لك كيانات قصدي الروابط الغوطريه، لكل دوله عندها طبعا عندها رابطه. بيكون التنافس القاعد على مستوى هذه الاوعيه وعلى مستوى هذه الحواضن، الحواضن الطلابيه، كليات، داخليات، روابط، ده بنسميه المستوى القاعدي. ونحن هنا ده الحمد لله رب العالمين الان من يوم 20 لحد يوم 6 دي كلها بتكون عباره عن تنافس قاعدي، يتنافس فيه الطلاب على مستوى القاعدي، ثم يصعد من بعد ذلك الى مستوى شنو؟ مستوى اعلى، تنافس متقدم، ومن ثم تنافس نهائي، ومن ثم نختار الفائزين الاول والثاني والثالث في كل فقره. طيب دكتور، انت ذكرت انه التنافس بيكون على مستوى الاتحادات وكذلك على مستوى الداخليات وكمان المستوى الكليات في داخل الجامعة، لكن إذا لاحظنا أنه كلهم الطلاب في نفسه، قد يكون هم طلاب في روابط وقد يكون هم طلاب في الكليات نفسه ونفسه هم في الداخلية. خلينا نشوف هي يعني شكل الاختيار هيكون كيف، لأنه ممكن قد أفوز هنا في الكلية وممكن في الرابطة برضو ألقى نفس
شكل الاختيار والتنسيق نفسه. نعم، هو ده السؤال الإجرائي مهم جدا، سؤال في الحقيقة في غاية الأهمية. نحن يعني هو ده التنويع لمساحات المشاركة فقط، لكن ما بيسمح للطالب أنه يشارك مثلا بفقرة مثلا بالشعر في كل هذه المواقع، ما بيسمح له، بيسمح له تشارك بفقرة واحدة في الكلية. إذا شاركت في الداخلية إلا تكون بفقرة أخرى، بمهارة أخرى، بإبداع آخر ممكن، لكن ما بيشارك هنا وبيشارك هنا وبيشارك هنا إلا إذا تنوعت الفقرة. فبالتالي عندك مساحة واحدة، طالما أن موهبتك موهبة واحدة، إما أن تشارك إذا مناسبك وقت النهار للمشاركة تشارك في الكلية، أو يناسبك الوقت المسائي فتشارك في الداخلية، أو يناسبك الوقت الذي تتفق عليه الرابطة فيما بينها، فبكون برضو في مساحة أخرى كمان، هذا بالنهار وهذا بالمساء وهذا في وقت يمكن أن يتفق عليه. فهذه مساحات يعني متنوعة أكثر بالنسبة للفرد الواحد، هو يشارك في عدد من المحارات وعدد من الإبداع الثقافي اللي هو عنده ممكن يشارك بها في المناطق. لكن برضو خلينا نشوف، طبعا عدد كبير جدا من الدول موجودة وعدد كبير جدا من الكليات موجودة، هل بيتضمن المنافسة كل كليات الجامعة ولا هناك كليات فقط بتشارك فيها؟ لا، هي المساحة متروكة لكل كليات الجامعة، ونحن ندعو كل كليات الجامعة، ونلسق مع كل عمداء الكليات، وفي كل كلية، ودي نقطة مهمة جدا، كل كلية فيها منسق للنشاط، يعني في أستاذ غير وظيفته الأكاديمية، وفي كلية العميد عمادة الكلية بيدعين الأستاذ المعني منسق للنشاط ومسؤول عن النشاط. ده جاي من وين؟ ده جاي من إيمان الجامعة وغناعات الكبيرة بأهمية هذا النشاط في بناء شخصية الطالب وفي إبراز وتفجير طاقة الطلاب وإبراز هذه المواهب. ففي كل كلية وعميد الجامعة، غير أنه هو بالإضافة لأنه هو راعي البرنامج الأكاديمي، هو كذلك راعي البرنامج النشاط بتاع النشاط الثقافي في الكلية. فدي كلها بتوري أهمية هذا البرنامج. طيب دكتور، البرامج اللي بتقدم من خلال هذا الموسم مختلفة ومتنوعة بلا شك بمختلف الطلاب الموجودين من بلادهم، كيف بيتم اختيار الفائزين؟ أو ممكن تكون في فقرات مشتركة من دولة واحدة فائزة، كيف بيتم اختيار الفائزين والجوائز؟ نعم، دي بغضنا طوالي لبرنامج لجان التحكيم اللي هو الأساسة في الكليات في المستوى القاعدي، كل كلية بتشكل لجنة أو لجان للتحكيم تحكم المسابقات في القرآن، في الشعر، في التقديم، في غيره. والكلية نفسها في كل فقرة تصعد 3 من الفائزين، ويأتوا إلى المستوى المتقدم كذلك توجد اللجان شنو التحكيم موجودة، وهي تقوم بهذا الدور، وهي يعني صاحبة الأمر الفصي في هذا الأمر. لجان التحكيم هي الأساس، لأن هي التي تميز بين الطلاب ومهاراتهم ومقدراتهم، وتميز بين أن من هو يعني الرائع والأروع والحسن والأحسن. نعم. طيب الموسم في الناس بيقدموا شعر وخطابة وقرآن كريم ومجموعة من الفقرات المتنوعة، في بقية فقرات مختلفة ما ذكرت تذكر لينا في البرامج؟ نعم، فقراتنا زي ما ذكرت أنا فيه جانب الدراما وجانب المسرح وجانب الخط العربي وجانب الأعمال اليدوية الابتكارات العلمية، أي طالب عنده مشروع علمي أو ابتكار أو غيره بيجد تشجيع وبيجد يعني التحفيز من إدارة الجامعة. ويمكن حتى الخطابة على الرأي والتقديم، تقديم البرامج كما ذكرت يعني. طيب الكلية جامعة أفريقيا العالمية بترتبط بالنظري والعملي بتطبقه مباشرة، هل بتهتم بهذا الجانب من غير الحاجات الذكرة؟ هو أصلا برامج النشاط بيمثل لنا الجانب التطبيقي طوالي. نحن أي زول عندنا هنا بيجينا في أي فقرة من فقراته هو بيتعرض مباشرة للاختبار العملي، في حفظه، في تلاوته، في تجويده، في إلغاءه، في توزيعه للنظرات، في إلغاءه للشعر، في حركات البودي لانجويج، في مخارج حروفه، هكذا. الإلغاء كذلك زي ما عندك هنا التقديم، كذلك التقديم هو القواعد المعروفة، كيف أن الإنسان يقدم برنامج وكيف كذا وكيف كذا، كذلك المسرح، كيف المضمون بتاع القصة، هل هي الدراما اللي قدمت هل هي هادفة، الرسالة التي أوصلتها، مهاراتهم هم نفسهم كطلاب، وهكذا يعني. فبتخضع لمعايير قد تصل ل 12 أو 13 معيار للفقرة الواحدة. بكل تأكيد الحديث عن اليوم الثقافي الظاهر الكبير زي ما أنت ذكرته، عدد كبير جدا من الإبداع الثقافي وجانب كبير جدا من تقديم التراثيات الشعبية وتعريف إفريقيا
بكل كل الثقافات، وايضا كذلك نقل الثقافات الافريقيه لبعض الطلاب الاسيويين الموجودين في جامعه افريقيا العالميه. خلينا نشوف يعني خلاص احنا ماشيين لخواتيم فقرتنا وخواتيم حلقتنا كمان، وداخلين كمان لبدايه الموسم الثقافي اللي هو ممكن يبدا يوم غدا ان شاء الله، والترتيبات الان كلها جاهزه. خلينا نشوف البدايات زي ما انت ذكرت حتبدا الساعه كم تفاصيل، ممكن يكون في ناس كثير جدا بكون يتابعوا ده بالنسبه لافتتاح الموسم. ايوه افتتاح الموسم والتتابع بتاعت البرامج. نعم نعم نعم. ان شاء الله حندعو كل الناس من هذا المنبر، ندعو كل الناس، الطلاب، الاساتذه، عمداء الكليات، هذه الغناه التي هي معنا في كل محفل بحمد الله سبحانه وتعالى. ندعوهم للافتتاح في قاعه افريقيا كما ذكرت الساعه 1:30 بعد الظهر، يعني في قاعه افريقيا يكون الاحتفال في حدود ساعة ونصف ما يزيد عن ذلك، فهذا إيزانا ببداية المشروع. ثم بعدها إن شاء الله يدخل الناس في التنافس القاعدي، ومن بعده إن شاء الله التنافس المتقدم ينتهي يوم 20، ويبدأ التنافس الأخير والنهائي من يوم 21 إلى يوم 25، وإن شاء الله 30 أبريل في شهر 4 يكون ختام هذا الموسم. هي مساحة بتاعة 40 يوم إن شاء الله تكون إن شاء الله حافلة بالإبداع، وحافلة إن شاء الله بالعطاء الطلابي، وحافلة يعني بما يسر أسرة جامعة أفريقيا العالمية وبما تفتخر به. ونحن يعني سبحان الله يمكن قبل شهور حازت الجامعة على جائزة الملك فيصل، من هنا نهني الجامعة على هذا السبق وعلى هذا على هذا الإنجاز الكبير. يعني فجامعة أفريقيا ما فازت بهذا، جزء من العوامل التي يعني رجحت كفة جامعة أفريقيا على الفوز هي هذه البرامج اللي صفي. أكيد حقيقة زمن انتهى دكتور شريف عثمان رئيس إدارة النشاط الثقافي، نحن شاكرين لك جدا على هذه الكلمات الجميلة، أنا اللي بستفيد منها المشاهد وطالب جامعة إفريقيا العالمية عموما. كلمة أخيرة حابة توصلها؟ نعم، الكلمة الأخيرة هي ثلاث كلمات. كلمة الطلاب أولا نقول لهم ما تخافوا من برنامج البلوك سيستم، انخرطوا في هذا البرنامج وفي هذه الرسالة، رسالة الثقافية هذه وهي لبناء شخصية الطالب. فهذه الجامعة فترة جامعية هي الفرصة والسانحة الأخيرة الأخيرة للطالب ليتلمس شخصيته لبناء شخصيته. الرسالة أسستنا وعمدانا جميعا نشكرهم من هذا المنبر على هذا الدفع وعلى هذا الوقفة مع البرامج الصغيرة، وندعوهم لحضور الافتتاح وكذلك لإنجاح البرامج القاعدي الذي تقوم عليه المستويات الأخرى. لولا البرامج القاعدي لما كان هناك متقدم ولما كان هنالك نهائي. ونشكر كذلك إدارة الجامعة جميعا على رأسها بروف كمال محمد عبيد مدير الجامعة على رعايته لهذا الموسم وعلى دعمه اللامتواصل المتواصل لإدارة النشاط الثقافي. ونشكر يعني كذلك قناة العالمية على هذه الاستضافة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك دكتور شريف عثمان رئيس إدارة النشاط الثقافي جامعة أفريقيا العالمية. المتابعين الكرام وين ما كنتم كان آخر محطتنا وآخر فقرتنا إشراق العالمية لهذا اليوم. بكل تأكيد طبعاً لسه خدت بالي في الجانب بتاع الثقافة والإبداع والطلاب طبعاً حاجة جميلة جداً خاصة جامعة أفريقيا العالمية، وأنت بتشاهد عدد كبير جداً من الثقافات، غرب أفريقيا، شمال أفريقيا، جنوب أفريقيا، وسط أفريقيا، وكمان في آسيا. فمحفل إن شاء الله بندعو كل الناس للحضور والمتابعة. أكيد مرزوق جامعة إفريقيا العالمية بتمثل العالم المستقر، أي زول عايز يطلع ويعرف ثقافات الدول المختلفة يشاهدها من خلال جامعة إفريقيا العالمية الموسم الثقافي لإدارة النشاط الثقافي. نعم، مرزوق زمان انتهى أكيد وحلقتنا انتهت لهذا اليوم. نعم بكل تأكيد هذه آخر محطتنا، شكرا على طيب المتابعة، وتفنى في العديد من المحطات، نتمنى أن تكون نال رضاكم بكل تأكيد. شكرا على طيب المتابعة وشكرا على حسن المتابعة، وكمان هذه تحيات الفريق العام لهذا اليوم. إلى أن نلتقيكم في بداية أسبوع جديد ويوم متجدد وشراكة متجدد، غدا إن شاء الله فريق آخر وتيم آخر، نتمنى لكم متابعة طيبة. إلى أن نلتقيكم، مع السلامة.